أهلا بكم مرة تانية وجولة مفصلة في أحوال الطقس النهاردة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. في كمان النهاردة شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير، إيه أخبار الطقس النهاردة؟ صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجوية وتحسن درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة فترة النهار على اغلب محافظات الجمهورية. في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لكن الاجواء مستقرة بشكل كبير على اغلب المحافظات، وبنحس بالاجواء المعتدلة فترة النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء دافية على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار العظمى على القاهرة الكبرى. متوقع اليوم تكون 20 درجة مئوية فترة النهار. خلينا نقول كمان ان احنا لو موجودين تحت اشعة الشمس بنحس اكتر بالدفء والاستقرار. خلال فترات الليل مع غياب اشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ اكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، رغم ان في تحسن في درجات الحرارة خلال فترة الليل، لان احنا خلال فترات الليل بنسجل صغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لكن لسه بنحس بالاجواء باردة الى شديدة البرودة على اغلب محافظات الجمهورية. الصقيع بيتكون على موجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة فترة الليل أقل من 5 درجات. دايما مع الاستقرار في الأحوال الجوية الظاهرة بشكل كبير هو تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق السريعة قريبة من المسطحات السريعة، وبتأدي لي الرؤية الأفقية. كثافة الشبورة المائية دايما بتختلف من مكان لمكان وكمان من يوم ليوم، فمهم جدا دايما كثافة الشبورة المائية موجودة فين. بالإضافة كمان أن اليوم متوقع يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية والمحافظات على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكن كلها فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. ممكن كمان نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا، بصفة عامة الأجواء مستقرة على كافة المحافظات، وده اللي متوقع إن شاء الله يستمر معانا إلى يوم السبت القادم. لكن نخلي بالنا من كثافة الشبورة المائية غدا لأنها تكون كثيفة أحيانا فهتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، فهنا هننصح كل قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر تحديدا اللي هي من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 7-8 صباحا، لازم تكون القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. متوقع إن شاء الله اعتبارا يوم الحد الجاي يكون في درجات الحرارة هيكون ملحوظ أكتر يوم الاثنين والثلاث، يعني احنا بنقول الارتفاع ده هيكون تدريجي بحوالي من 3 لـ5 درجات. العظمى على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء القادم هتوصل 26 درجة مئوية، فاحنا هيكون في مزيد من الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، لكن عاوزين نحذر كل السادة المشاهدين من بلاش تخطيط الملابس خلال الفترة دي، لازم نحافظ على ارتداء ملابس شتوية فترة النهار وفترات الليل بالفعل، لأن ممكن تغيير نوعية الملابس يصيبنا بنزلات البرد، خصوصا إن احنا الفترة دي تحديدا هيكون فترة تقلبات جوية في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض. صحيح، بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا دلوقتي أعزائنا المشاهدين نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12، أما في العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.
في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12، في العلمين الجديدة درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى هتكون 13. أما في مطروح فدرجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13، وفي دمياط درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11. في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى هتكون 13، أما في الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى هتكون 10. نروح لمحافظة السويس، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى هتكون 11، أما في العريش فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11. في كاترين العظمى 17 والصغرى 3، وفي طابة العظمى 20 والصغرى هتكون 13. في حلايب العظمى 24 والصغرى 17، وفي شلاتين درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى هتكون 16. أما في شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16، وفي الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى هتكون 13. نروح للفيوم، درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 9، أما في بني سويف درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9، في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9، وفي أسيوط درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7، في سوهاج درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8، أما في إنا درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 9، وفي أسوان درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15. ودلوقتي عودة للزملاء مصطفى ومنة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.